مدينة بيحان شبوة شرق اليمن المنكوبة تعيش وضعا إنسانيا كارثيا كما أعلنه مكتب الصحة في شبوة نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وصالح على القصف العشوائي على السكان، حيث ارتفع عدد المصابين بحمى الضنك إلى 930 حالة و 28 حالة نزيف وعشر حالات فارقت الحياة حسب إحصائيات مكتب الصحة في محافظة شبوة. نظرا لانتشار الحميات ومنها الحمى الضنك التي تفتك بالمواطنين، وقد رصدنا عدد من الحالات حالات وفاة، ونظرا لعدم وجود مستشفيات في تلك المناطق والمرض في انتشار، وكل هذا بسبب حصار الحوثيين على تلك المناطق وعدم توفر العلاج، والمستشفيات في تلك المناطق قليلة ومحدودة جدا وقد تكون معدومة في بعض المديريات. حمى الضنك من الأمراض المنتشرة والفيروسية التي تجتاح المناطق الحارة، وإن لم يتلقى المصابين الرعاية الصحية الكاملة يتطور الوضع إلى النزيف أو الموت. قلة المرافق الصحية والخدمات الطبية وسوء الرعاية أدى إلى انتشار مرض حمى الضنك في مناطق مختلفة من اليمن، وخاصة تلك المناطق التي تحاصرها الميليشيات وقوات صالح. بسبب تلوث المياه الملوثة بشكل كبير، بسبب عدم التغذية الجيدة، من أسباب أن الحمى الضنك مرض فيروسي قد يشفى لوحده بدون تدخل طبي، فهمت شلون؟ بدون تدخل طبي، لكن ما يساعد على عدم الشفاء هو سوء التغذية، وهذه المناطق دائما المناطق المحصورة المحاصرة في أي مكان دائما توجد فيها سوء تغذية، سوء رعاية صحية، فهمت شلون؟ سوء عدم وجود المستلزمات الطبية الكافية، فهذه من الأسباب اللي ترفع نسبة الوفيات في تلك المناطق. أوبئة كثيرة انتشرت في اليمن بسبب الحصار المدني من قبل ميليشيات الحوثي وصالح التي حصدت أرواح المئات من اليمنيين، كان أسواؤها حمى الضنك. حمى الضنك وأمراض أخرى انتشرت في بعض المدن اليمنية نتيجة تردي الوضع الصحي ومحاصرة المدن من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، والتي تمنع وصول المواد الطبية والإغاثية. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني، مارب.